يا جماعه دي الاحجام اللي احنا بناخدوها اهيت. اظن انت لما تطلع من بيتك، انا على ايدي، انا ايدي كبيره يعني على البركه، لما تطلع من بيتك عايز تتسلى. طبعا كلكم الكلام ده للصيادين، مش هتلاقي حاجه احسن من كده تشتغل عليها. انا دي الحقيقه اللي احنا بتجابلنا على طول، واغلبيه الناس بتتخدع في السمك الكبير، بيتهيأ لهم ان الدنيا كلها كده. لا والله، هي دي الحقيقه، الميات اللي انت هتقابلك وان شاء الله برضه هتكبر معانا عن كده. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم. بصوا يا اخوانا، الساعه دلوقتي 3، انا هنرمي الغله ديت وهنرمي علفه تانية مستهدف جميع الاسماك اللي موجوده في الميه. تمام. الدور ده طبعا الطعم بتاعي غله ودود ارض. الدور ده انا قعدت عليه مره واحده بس، خد غله مره واحده بس، علفه خدها من اسبوع. فانا النهارده اعتبر اليوم ده حاسم بالنسبه لي، لو ربنا كرمنا وخدنا سمك كبير يبقى احنا هنحط الدور ده في مقدمات ادوار الغله اللي انا هنقعد عليها. لو النهارده ما حصلش نصيب والميه دي كشفت لي سمك كبير يبقى انا ايه، عرفت كده، خدت الداتا بتاعت الميه كلها، لان ده تالت فيديو يتصور على الميه دي كده. انا يبقى انا خدت الداتا بتاعت الميه دي كلها، وانا هنبقى عارف ايه امتى نجيلها وبتاع. هي بالليل الميه ديت على البركه يعني فيها كراكير، فيها بياض، فيها تعابين، فيها قراميط، فيها بولت كبير، ولكن القصه احنا بنتكلم في النهار. الناس هنا طبعا ما عندهاش اي درايه بصيد الغله هنا، فديت تبقى مصلحة لينا احنا كصيادين غلة، مصلحة لينا كصيادين ايه؟ غلة. نصحى هنتوكل على الله، هنعمل المراية تقيلة ان شاء الله عشان هنسهر عليها بإذن الله. احنا كده داخلين على العصر، فالله كريم يا شباب. جايب برضو انا ايه، علق. تمام يا جماعة، ديت برضو ردة على علف فراخ، نحط عليها شويه ميه كده ونيجي ايه زي ما انتم شايفين كده، هي بتعمل دوشه على الفاضي، السمكه ما بتعرفش تمسكها. طبعا احنا كل اللي احنا بنعمله ده قاصدين ايه، قاصدين سمكه الليل يا جماعه، قاصدين نزفر لسمكه الليل، كان قرموط، كان بنيه، كان اي حاجه. خليكم معانا. شايفين الغله دي عامله ازاي؟ دي بقى ايه، كل شويه ايه هنخليها كده فوق على الجرفه، وكل شويه هنرمي ايه شويه كده بس منها، بحيث ان هي برضو تلم الشر، تعمل لي دوشه في الدور. خليكم معانا، الله كريم. هنصبر شويه، نشرب كوبايه شاي، وبعد كده نتوكلوا على الله وننزل. خليكم معانا. طبعا ده التوتو بتاع الصيادين يا حبايبنا. والله انا من كل قلبي كنت نتمنى ان انا نهدي كل حبايبي كوبايه الشاي دي. والله طبعا تحيه خاصه لصيادين كفر الدوار، محمد انور الطيار، حاج علي بهنسي، رمضان الجعفري، اللوست عيد مسعود، تحياتي ليكم. اخويا برضو صابر الحضراوي من اجمل صيادين، اخويا حمدي العربي، الناس الطيبه كلها حبايبنا، عشان ما ننساش حد يا جماعه، وانا اسف والله لعدم ذكر جميع الاسماء. خليكم معانا. الحرباية يا جماعة صاحبتها، الحرباية كل اسبوع بتجيلي تسلم عليا. بص يا جماعة، عدتنا المستخدمة الخيط الاساسي 30، الرمال 30، الصبح بالغلة اشتغلنا بصنار 2، ولما الليل دخل علينا اشتغلنا بصنار 6. وانا غلطت طبعا، ده سبك الدش، وبالليل غيرنا بايه، الفل العادية والفسفور العادي. خليكم معانا. صلاة النبي. والله حجم 10 على 10، والله العظيم اقسم بالله حجم زي الفل. السعيد يا جماعة انا جبته يصورني، على البركة انا اللي بنصور، واحلى سعيد في الدنيا. صلاة النبي. حمدي عربي، ماله ده حمدي عربي بس؟ بالله عليك يا صاحبي ماله؟ عارفين يابا ان انت بتاع الكباري، بس يا عم احنا والله العظيم يا جماعه ماله ده؟ طب بالله بالله قولوا لنا تعليق، السمك ده ماله؟ ده وحش.
صلاة النبي. والله يعني بسم الله ما شاء الله، حجم لا غبار عليه، الله كريم. بعد المغرب بدقايق حطينا صنار 5 والفلة العادية والفوسفورة واستفتحنا اهو. أول الرومي معانا اهو يا جماعة، أول الرومي اهو، إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله، حاجة حلوة اهي. وصلى على النبي. طبعا احنا معانا 3 فصافير يا شباب، 1 مصران و2 طعم. هو لو سمك اللي واكل هيطفش من ال يلعب الفيلة انت كده؟ ثلاث فلة قدامه. النور برضو بيزاولنا. يلا صعيد. صلاة النبي. صلاة النبي. صلاة النبي. بلع خالص اهي. سف. سف. ماشي مش عايزين نصبر عليك يعني؟ مش هنصبر عليك. أحلى صعيد في الدنيا. صبح ماشي. يلا يلا. يلا. صلاة على النبي يا رجالة. صلاة النبي. السمك اللي ما خدناهوش بالنهار اهو ناخدوه بالليل، والمجاسات اهي. صباحكم زي الفل. باينه سعيد. ايوه يا باشا حبيبي. معانا برضو بياضه اهي حلوه اهي، ان شاء الله يومنا جميل باذن الله. حته حلوه كمان اهي، سمك حلو والله. مساء الفل يا رجاله. وصلنا لنهايه الرحله كده يا شباب، والحمد لله رب العالمين. يعني كنا منتظرين غلطة كبيرة، بلطاية كيلو، قرموط بياضة كبيرة، طلعت كل الموضوع الأحجام اللي انتوا شفتوه ده كده. يعني أخدنا كتير الحمد لله بس بنفس الأحجام دي. كنا متوفقين وروحنا بالسلامة. دي نهاية الرحلة إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع تحيات أخوكم سامح الخوالقة من أوقات رحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.